السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على بعد جديد من أبعاد البيم، ألا هو البعد الرابع، هو إن أنا إزاي أضيف الزمن أو أضيف التايم للموديل بتاعي بحيث إن هو ميبقاش كتلة ثابتة، لا يبدأ يتحرك تدب فيه الحركة. معكم عمر سليم مؤسس بيم أريبيا. طيب النهاردة هنتكلم على مقدمة عامة عن البيم، وهنتكلم على الفور دي، وهنتكلم على الأنواع بتاعته، وهنتكلم الفور دي هيفيدنا إزاي أثناء اللايف سايكل بتاعت المشروع، حياة المشروع، وهنتكلم على فوائد الفور دي، ونشوف برامج للبيم، ونشوف مثال عملي على موضوع الفور دي. طيب عايزين نتخيل كده ايه هو الفور دي، فنشوف المشروع دوت. ده فيديو كنا عاملينه لمشروع ترافيك كنترول سنتر بتاع مرور. ده المبنى النهائي، لو انا شفته كده شكله حلو وجميل، بس انا عايز اشوف خطوات البناء، عايزين نشوفه كهندسة وكإدارة وككنترول. فده مثلا هو الحفر بتاعه، ده هنبدأ حفر هنا وبعد كده هنا وهنا، وده التواريخ بتاعتها، ايه اللي هيبقى قبل ايه، يعني انا هشتغل هنا الاول وبعد كده هبدا شغل هنا وبعد كده هبدا شغل هنا، ممكن وانا شغال هنا هبدا اعمل حاجه هنا، يعني وانا بصب مثلا كذا هعمل هنا كذا، استغل المعدات بتاعتي افضل استغلال ازاي. الحاجات دي لما تكون موجوده مكتوبه في البروموفيرا او ام اس بروجكت ممكن ما تكونش مفهومه غير لبتوع البلاننج، انما الباقي بيحس انها طلاسم فرعونيه او مش مفهوم او ما قدرش يوجد المشاكل. فلما تشوفها بطريقة بصرية تقدر تتخيل الحاجات هتتم ازاي. طبعا احنا من الاول خالص عارفين ان احنا هنعمل مشروع بالشكل دوت، فلذلك مثلا خلينا العمود حتى لو مقاسه ما اتغيرش عبر كل الادوار، فان كل دور لوحده عملنا طبقه للفينش مختلفه عن طبقه الحوائط بحيث انها تتعمل بشكل ظريف، الحوائط تتبني وبعد كده يبدا الكسوه بتاعتها تظهر زي ما انت شايف كده. فده على اساس ان احنا كنا فاهمين من الاول احنا عايزين ايه. الفساد ورك اهوت، طبعا الفساد اللي في الانجليزي غير الفساد اللي في العربي عشان ما حدش يفهمنا غلط ويقول ان احنا بنعمل فساد، لا بنعمل فساد تاني مختلف. ده كوبري بين المبنيين، ده أول مشروع اشتغلت فيه في مدينة قطر أو رامبورغ. ده التايم لاين بتاع المشروع، الحفر هيبدأ بالشكل دوت وبعد كده نعمل الحوايط الخارجية وبعد كده هنبدأ نحط بقى الفاونديشن بتاعتنا. فزي ما انت شايف الموضوع ما يتمش على مره واحده، ده ليه تاريخ وده ليه تاريخ وهكذا. ممكن تكون انت بتعمل حاجه هنا مثلا تعمل اعمده وهنا لسه بتصب سقف في مكان تاني، فبنبقى متخيلين ان الحاجات هتبقى ماشيه ازاي. طبعا في شغل بس تحت فمش باين معايا هنا في الكام دقيقه دول، حاجات في البيزمنت، شغل في البيزمنت بدأ يظهر.
اول ما طلعت بقى على سطح الارض هتلاقي بقى المشروع ايه طلع بسرعه، يعني هو كده تقريبا اقل من نص الوقت حاجه بسيطه ولسه في البيزمنت، بس بعد كده هتلاقي المشروع طلع بسرعه. زي ما انت شايف في عمل هنا وفي عمل هنا، فبتبقى شايف الاتنين مع بعض وشايف ايه الاتنين تيست اللي شغالين مع بعض ومش متعارضين. لو متعارضين هيكونوا معاك جدا هنا، تمام؟ يعني لو انت بتعمل الباب قبل ما تعمل الحيطه هتبان معاك جدا المشكله دي. كده خلصنا شغل الانتريور بقى وهنبدأ بقى نشتغل في الشغل الـ MEB. خلينا نشوف فيديو كده سريع جوه المبنى. طيب ايه هو البيم؟ طيب عشان احنا عمالين نقول بيم 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 بيم. طيب البيم هو ان انا بعمل بعض العمليات اللي بتخلي كل المعلومات اللي احنا محتاجينها لإدارة المشروع تكون موجودة في قلب المشروع بتاعنا او في قلب الموديل بتاعنا، تمام؟ وقبل ما انسى لازم اشكر المهندس سامر الجوهري وساعدني جدا جدا وما بخش عليه باي معلومه في اي حاجه خاصه بالفور دي سواء في العرض دوت او بره العرض دوت. ربنا يجزيه كل خير مهندس سامر الجوهري. طيب اللي احنا هنتكلم فيه اللي هو الفور دي. طيب ايه هو الابعاد؟ اول حاجه 3 دي ان انت تعمل موديل ولازم يكون فيه انفورميشن، لو ما فيهوش انفورميشن يبقى احنا مش بنتكلم في البيم. الفور دي بنتكلم على السكادولينج وبنضيف البعد الزمن. الفايف دي بنتكلم على الاستيميتنج وان انا بضيف تقدير للتكلفه. السكس دي ان انا بعمل حاجه خاصه بالاستدامه وبحاول اشوف افضل تصميم للمبنى يوفر الطاقه اثناء التشغيل. الفاسيلتي مانجمنت هو ده بقى السيفن دي او البعد السابع، ان انا ادير المبنى بعد ما الشغل يخلص، يعني بعد ما كل البنى يخلص وخلاص سلمنا الملك مفتاح يبدا بقى الفاسيلتي مانجمنت. طيب عشان نعمل بقى الفور دي فانا محتاج ايه؟ محتاج يكون عندي موديل. لو انا ما عنديش موديل يبقى انا لازم اعمل موديل او مش هعمل فور دي. يعني ما حدش يقول لي ان انت هتعمل الدور السابع وانت اصلا ما عندكش اساسيات. وحصلت قبل كده ان في واحد يعني جارنا جه زال للدور الجراوند والاول وما جاش زال للدور الثاني، فهو كان فرحان ان الدور بتاعه ايه الحمد لله سليم. طيب بعد كده عايز محتاج ايه؟ محتاج برضو ان انا يكون عندي الاسكادول اللي انا اجيبه مثلا من برامافيرا او ام اس بروجكت، وبيستخدم بقى سوفت وير ان انا ابدا اربط بينهم ويطلع لي الفور دي سيموليشن فيديو زي ما احنا شفنا في الاول. فلازم يكون في لوجيك فلو فورك هنشتغل عليه وبعد كده نبدا نشوف الربط ده ماشي مظبوط ولا لا. ممكن يكون في غلط سواء في الموديل نفسه في غلط او الفور دي او السكادول في غلط، فبنبدا نشوف الصح فين ونعيد الشغل بتاعنا. يعني بعد ما حطينا 3 دي وحطينا السكادول بنبدا نربطهم ببعض وبعد كده نمشي ستيشز، وبعد كده لو السيميليشن اوكي خلاص كفى الله المنشر القتال. لو مش اوكي بنبدا نشوف المشكله هل هي في الموديل ولا المشكله في الاسكادر. ده نموذج للجانت شارت ام اس بروجكت. زي ما انت شايف مش اي حد يفهمه، محتاجه خبره ومحتاجه واحد يكون متخصص في المجال، تمام؟ الحمد لله شغلت فتره في قسم البلاننج في شركه الاوربكون فاهم البرامافيرا الحمد لله كويس. طيب وبيكون سهل بالنسبه لي ان انا مخطط من الاول، فمدي نفس الارقام اللي موجوده في الموديل بتاعي ايا كان البرنامج اللي عملته عليه، يعني سواء اركيكات سواء تكلا سواء ريفت. البرامج بتبقى كل ديت بتبقى مديله رموز معينه، والرموز دي نفس الرموز الموجوده في البرامافيرا، فسهل ان انا
اربط بينهم وبين نقسم زونات، وكل زونه ليها اسم مميز بيها. تمام، فالفور دي بيعمل الموضوع السيموليشن، فلازم يكون عندي الموديل والسكادول عشان يطلع لي الفور دي. الفور دي سكادول اهو، نبدا مثلا تبدا تظهر دور البيزمنت، وبعد كده نبدا نخش في اكتر في اكتر في اكتر لحد ما يطلع المبنى بتاع فيز 1 فيز 2 فيز 3 4 5. ده عندنا بقى اول حاجه ممكن نعملها، ان انا بربط الموديل بتاعي باتنين سكادول وابدا اقارن بينهم. ده النموذج على المقارنه، ان انا عايز اشوف انهي سكادول الافضل فببدا اعمل منهم، وبعد كده من الكومباريتيف 4 دي موديل ابدا اشوف انهي الافضل معايا. او ممكن يكون عندي اتنين موديل واتنين سكادول وابدا اعمل المقارنه واشوف انهي الافضل. بعد كده ممكن يكون عندي اتنين موديل وعندي سكادول واحد وابدا اعمل مقارنه بينهم. دي مقارنات عمليه وشغالين حاجه. الفور دي موديلنج بروسيس بيبقى عندي برنامج معين ببدا اشتغل بيه، ببدا اختار البرنامج اللي انا عايزه. وهنشوف مقارنه دلوقتي. انا شخصيا بفضل الزي بيلدنج على اساس زي بيلدر، على اساس ان هو مرتبط ببعض. يعني في هنلاقي في ان البيم مرتبط بالفواتير، مرتبط بالاي ار بي، فبيوفر عليا ان انا كل شويه اخد المعلومات من حاجه لحاجه تانية، وده يعتبر خطوه في سبيل الليفل 3 من البيم. اهو ده الفور دي سبيشاليست والورك فلو بالموديل السكادوال. بنبدا نشوف الاكتيفيتيز، نبدا نرتبها مظبوط، ونبدا ننظم الشغل بتاعنا، ونبدا نربطهم لا اما مانوال لا اما اوتو لينك. اوتو لينك دي يبقى لازم في خاصيه تفهم ان ده هو ده. ممكن الخاصيه دي اي دي معين او التسميات زي بعض، فهو اول ما يلاقي حاجه زي كده يبدا يعمل لينك بينهم ويرتبط. طبعا اسهل ان هو يرتبط في البرنامج على ان هو يرتبط في الحياه، مصاريف ومهر وحاجات زي كده، عشان يطلع لي الفور دي موديل. طيب احنا عندنا في دوره حياه المشروع، عندنا اول حاجه في المرحله الاولانيه خالص بيبقى في كرييت للموديل، وبعد كده بندخل في المرحله الثانيه بنبدا نعدل شويه، نعمل موديفاي، نبدا نشوف الورك هيبقى عامل ازاي في السايت لوجيستيك، ونحدد الاماكن اللي هتحط فيها المعدات وهتحط فيها المباني المؤقته الكرفانات والحاجات ديت، ونعمل مراجعه كونستراكشن. وبعد كده نخش بقى في المرحله الاوبتمايزيشن، بنبدا نعدل في الشغل برضو، وبعد كده مرحله الكونستراكشن، وبعد كده لما بخلص شغل بنخش في مرحله الليسون ليرند اللي هي ايه الدروس المستفاده من الشغل دوت. فاول مرحله انيشيشن ستيج بنبدا نعمل كرييت، ونبدا نربط ال 3 دي موديل بال 4 دي، وبنبدا نعمل سبورتنج للبلاننج، ونبدا نتاكد من السكادول، ونبدا نعمل 3 دي موديل فاليديشن. ده مثلا مشروع من المشروعات، فده الجدول الزمني وده الموديل ودي الكونستراكشن ستراكشر. فكل مرحله من المراحل بنبدا نشوف احنا وصلنا لفين، وبنقدر نقارن بين يعني مش في الستيج دي، في الستيج نمبر 4، بين اللي اتعمل واللي كان مخطط ان هو يتعمل، الاكشوال والبلان. او دي المرحله الاولانيه، بنبدا نشوف الموديل عامل ازاي وايه كل عنصر من لون معين بحيث نميز. البيس لاين في الاستيج 2 هنبدا نشوف اذا كان في اي تعديلات، ونبدا نحدد اماكن اللوجيستيك، ونعمل الكوردينيشن، ونبدا نشوف الزونات بتبقى عامله ازاي. البيس لاين ستيج 2 دي مثال ليها اهو. في ستيج 3 خلاص بنبدا بقى نشوف الاناليسيس لاماكن الكرين واماكن السيفتي، ونعمل فاليو انجينيرنج ممكن نلاقي حاجه افضل. يعني كان في مشروع من المشروعات كان عباره عن كذا مبنى، فكنا هنجيب كام كرين، كان ده مش 6 كرين لو انا فاكر مظبوط. في الاخر اتفقنا ان احنا هنجيب كرين واحد متحرك، لان قدرنا نرتب بالتواريخ بحيث ان هو كرين واحد يبقى كافي للمشروع كله. ماز ستيج بنبدا ندرس الكرين، بعد كده بقى في مرحله الكونستراكشن احنا خلاص بنبني، فبيبقى في كومبير بتوين البانج تو اكشوال، وبنعمل سبورت للسايت تيم. انا حاليا شغال في المرحله دي في المشروع اللي انا شغال فيه حاليا. ده مقارنه اهيت، بنبدا نشوف ايه اللي كان المفروض يحصل، وهل احنا متاخرين ولا ماشيين حسب
المخطط دي قبل كده. ده ممكن تعمل برضه ووك ثرو، وبعد كده في الاخر بنبدا نشوف الدروس المستفاده، وبيبقى هدفنا ان احنا ما نتكررش الاخطاء ديت، مش هدفنا ان احنا نقول ان فلان طلع حمار حمار لنفسه، او يعني اهم حاجه ان احنا ما نغلطش الغلطات ديت. فتعالى نشوف بقى دي الاسلوب العادي. لو انا وريتك الاسكادول كده، انت جيت تقول لي عايز اعرف المشروع هيمشي ازاي، فوريتك الورقه ديت. حلوه زي الفل. بس ده بقى لو احنا عملناه بالفور دي بلاننج، اهو نفس المخططات، بس في عندي هنا حاجه 4 دي تقدر تشوف المبنى بيتبني ازاي والخطوات، وفي لون للحاجه اللي شغاله دلوقتي ولون للحاجه اللي خلصت وهكذا. طبعا يعني انت تفضل اي واحد من الاثنين دول. طيب الخطوه اللي بعد كده، ده التراديشنال، ده مقارنه بين البيست لاين والاكشوال، تمام، وده مقارنه بين الاثنين، تمام. يعني اذا عايز صغير معاك هيبدا يشوف ايه الاختلافات بين الاثنين. طب انت تفضل انهي واحد فيهم؟ نخش في المرحله اللي بعد كده. ده مثلا على سبيل المثال ده طريقه تنظيم الشغل، ودي طريقه تنظيم الشغل. انت تفضل انهي واحده من الاثنين؟ خلي بالك مش معنى ان في تكنولوجيا جديده ان دي حلوه ونحن احنا نتبناها. ممكن تكون تكنولوجيا بتعطل، ممكن تكون موضه، المهم ان انت تكون مقتنع دي مفيده ليك ولا مش مفيده ليك. على سبيل المثال انا شغال على سوفت وير ونزل ابديت لي، هل اروح الابديت على طول ولا ابدا اشوف هل الابديت ده مفيد ليا ولا مش مفيد، هل انا محتاج ان انا اعمل الابديت ده ولا لا، ايه هي التكلفه بتاعت ان انا اتنقل الحاجه ديت. فزي ما انت شايف في فوائد كتير جدا للموضوع. لو احنا قاعدين كده وماسكين ورقه وقلم وعمالين نشوف وترسم وتشخبط وكده، ولا ان انت تبعت في الاجتماع مع كل الناس وحاطط قاعدة شرح فيديو بيوروه مثلا السيفتي، يا اخوانا خلي بالكم من كذا كذا كذا، وفي محاكاه لموضوع السيفتي وموضوع المشاكل اللي حصل، مشكله تحصل ازاي 4 دي و5 دي وهكذا، تمام. البنفيت ده تراديشنال كليم اناليسيس، بيجي الورق كده واحنا مش فاهمين هل هو اتعمل ولا ما اتعملش، هل ليه فلوس ولا ملوش فلوس، بعكس ان انا بديله مقارنه واقول له هيدي الحاجه دي اتبنت خلاص، يبقى انا محتاج منك، احنا عملنا 10% فانا محتاج منك 10%، عملت 100% محتاج 100%، فيبقى الموضوع اوضح. فانت تختار انهي طريقه. ده الدوكيومنتس وده الطريقه العاديه، وده ال 4 دي بيبقى مفهوم اكتر. طيب تعالى نشوف فيديو سريع كده. انا كنت اعمل فيديو يعني اوضح من دوت في مشروع شغال فيه، كرة ارضية وتروح مقربة من قطر، مقربة من المكان بالظبط اللي انا شغال فيه. نموذج للشغل اللي هيبقى عامل ازاي، وكل واحدة التاريخ بتاعها موجود فوق، ممكن تديك برضو التكلفة. طيب برضو ممكن نربط هوت عشان يسهل علينا. دي مقارنة بالاسبلت، الاسبلانت اللي مخطط ليه والاسبلت اللي هو اتنفذ، فهتلاقي ان في اعمدة لسه ما اتعملتش، في تأخير فيها. طيب السوفت وير عندنا سينكرو، ده كويس في ال 4 دي. الفيديو بتاعه قاعد ناس كتير بتتكلم. وعندنا نفس وركس، شغلت على سينكرو ونفس وركس ومشروعين عندنا في قناة بين عربية بالتفصيل على اليوتيوب، وكذلك الزي بيلدر. الهدف مش المنظر ولا الشكل، الهدف هندسي بحت. انا مش عامله عشان اتمنظر على ولاد اختي، عامله عشان افهم خطوات المشروع هتبقى عامله ازاي. ده بنتي نافيجيتور، ده بتشوف المشروع، ما يعتبرش من البرامج 4 دي.
والفيجو قوي في الفايف دي. اي تي دبليو او ده الماني وبيعمل 4D و5D. وبعد كده الزي بيلدر وده من البرامج اللي بشتغل عليها. بتقدر تضيف ال 4D وال 5D في الانترنت اونلاين، يعني مش لازم يكون شطب البرامج، لا هي ممكن من خلال الفيور، وده اللي متجه ليه العالم في بيم ليفل 3، ان الحاجه تكون انترنت، لذلك بيسموها اي بيم. واي بيم دي ليها اختصارات كتيره، انتليجنت وانترنت وكذا حاجه يعني. فالفكره كلها ان هو مرتبط بال 5D كمان، مرتبط بالمخازن. يعني انت مثلا عايز في الفتره دي مثلا 100 طن حديد، فيروح شايف المخازن فيها الحاجة دي ولا لا، ولو ما فيهاش يقول له لا احنا كده مش هيقف. عكس بقيه البرامج او اغلب البرامج بتبقى مركزه على حاجه واحده، ومثلا مركزه على الحصر ومرجع بال 4D. لا هنا كل 4D وال 5D مرتبطين ببعض، فكل ما حاجة تظهر التكلفة تبدأ تزيد معاك، فده من ضمن المزايا اللي بتخلينا نروح للزي بيلدر. ده السورس بلان، ده الكريتيكال باس، من خلال البرامج البيان بتبدأ تشوف ايه المسار الطويل او المسار اللي فيه مشاكل. طيب ده مثال عملي، احنا قلنا هنشوف بقى مثال عملي. مثلا دي مرحله من المراحل بنقدم بقى للمشروع، بنقول لهم بصوا احنا ده هي حاجه 3D ودي حاجه هي 2D، ده سايت موبيلايزيشن كومبليت، احنا لسه هنا في المرحله ديت، وده شكل المشروع هيبقى عامل ازاي. الكلام ده كله على الورق، لسه ما بعتناش اي مكان يحفر. طب وبعد كده هنبدا نعمل مثلا الفاونديشن بتاعتنا هيبقى شكلها كذا، احنا وصلنا في اليوم ده كذا. وبعد كده الكونستراكشن سيكونس والشيت بيلينج هتبدا تتعمل، وهنعمل مثلا هنبدا في الحفر في الجزء دوت وفي المنطقه ديت والتاريخ اهوت، ونبدا ناخد سكيشن في الحاجه. فكل مرحله من المراحل بنبدا نكتب الشهر ده اللي هيتعمل فيه، وبنوريهم حاجه 2D وحاجه 3D، ونوريهم الجدول الزمني بالشكل دوت، بحيث ان كل واحد يبقى عارف ايه المطلوب منه بالظبط. هنا مثلا في يوم كذا في شهر كذا المفروض ليفل 2 يكون خلصان، ونكون عملنا انجوينج، ونكون عملنا الاستراكشر كومبليت وهكذا. فمن ضمن الفوائد اول حاجه ان تبقى شايف الموديل كويس، تبقى عارف ايه اللي المفروض يتم قبل ايه، بدل ما مطلوب اتنين تاسك متعارضين او بيعملوا نفس الحاجه في نفس الوقت او في نفس المكان. نبدا نحدد سايت سبيس بتاعنا، نبدا نحدد نعمل اداره لللوجيستكس، نعمل اداره قويه جدا للريسك مانجمنت. ولو عندكم اي اسئله اتمنى حضرتك تحطها في الكومنتات، وجزاكم الله خير.